تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، هدف لا يخفيه كيان الاحتلال الصهيوني ويعمل جاهدا على تحقيقه عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة والدفع التدريجي لسكان القطاع من الشمال إلى الجنوب ومن ثم نحو الحدود المصرية. وبحسب التصريحات السياسية المعلنة، فإن الحكومة المصرية تعارض تنفيذ مخطط التهجير الصهيوني، إذ تقول مصادر مصرية إن اتصالات جرت مع الجانب الإسرائيلي بشأن التداعيات المتوقعة لبدء الهجوم وتركيز الضربات على جنوب غزة، لا سيما محافظة رفح الفلسطينية، مضيفة أن المسؤولين في القاهرة رصدوا ضربات في مناطق مدروسة بعناية هدفها الرئيسي خلخلة الكتلة السكانية في جنوب غزة ودفعها باتجاه مصر، وأنهم حذروا الاحتلال من أن ذلك سيدفع مصر إلى فتح معبر رفح أمام الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية نحو قطاع غزة من دون إخضاعها للتفتيش الإسرائيلي في معبر العوجة قبل الدخول إلى غزة. الجيش المصري من جانبه بدأ بتنفيذ إنشاءات في المناطق الغربية من الحدود بين قطاع غزة وسيناء بوضع سواتر رملية بحسب ما كشفت المصادر التي لم تتوفر لديها المعلومات الكافية بشأن هدف هذه الإنشاءات والسواتر ودورها في إفشال مخططات تهجير فلسطيني غزة. مخططات التهجير الصهيونية ضد سكان غزة تعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، يقول خبراء القانون الدولي مؤكدين أن اتفاقية جنيف الرابعة تفرض على سلطة الاحتلال حماية السكان المدنيين وتعد تهجيرهم خارج أماكن سكناهم جريمة حرب تستوجب محاكمة مرتكبيها. لكن الفلسطينيين لا يواجهون الاحتلال فحسب، بل إنهم يواجهون كذلك نفاقا دوليا يعترف لإسرائيل فقط بحق الدفاع عن النفس، بينما ينزع كل الحقوق من أصحاب الأرض والدم والتاريخ.